بستشيرك فيها بصراحة. شوي خير ان شاء الله هيدا شغلة كتير زعجتني. ايه ما توخذني مات، ببقى ظاهر انا ومدامتي من عشية لناخد درينك او نتعشى سوا. اللبنانية فظيعين بيعرفوني انه انا دكتور، بصير يجوا لعندي. هيدي المدام بالطب، بونسوار دكتور سلامتو كيفك، دخلك ابني دينتو ملتهبي، شو بعطي شو بعمل له. وهيدي اللي بتجي دكتور سلامتو، يي ما صدقت اني شفتك، منيح اللي شفتك لانه ابني زلعين ونزلين وما عارف شو بدي اعمل. وهيدا دخيلك دكتور سلامتو معي مسطران الغليظ، وهيدا ما بعرف شو، وهيدا ما بعرف شو. بطلع سهرتي بدل ما اقعد اتعشى انا ومرتي تات اتات عروة، بطلع عامل لي 50 60 كونسلتاسيون ببلاش. طب شو بعمل انا؟ فيدني انت كمان، شو فيك تنصحني؟ شايف هاي المشكلة؟ هيدي مشكلتي انا كمان. ما انا شو شغلتي؟ مش محامي؟ مزبوط. بيهلكوني بهالنهارات يا معلم، وكله شو على اساس اصحاب. مرحبا ماتر حبيبي، كون صار لي 20 سنه مش شايفه. بدي اسالك شغله، استشيرك. بكره عندي محكمه مثلا، شو سؤال يعني، عرفت شو؟ وواحد تاني انه بده يخلص شغله عنده، بده يعمل هيك مثل تظبيطه، بده يزمط تظبيطه ومدري شو. 100 سؤال بيسالوني بالنهار يا معلم، وعلى اساس شو يمرقون تمريقات. ايه بس لا، انا بجاوبهم. جاوبهم عادي، بس شو بعمل؟ تاني يوم ببعث لهم الفاتورة. شو عم تحكي؟ ببعث لهم الفاتورة استشارة عادية وبيدفعوها مثل الشاطرين. عن جد؟ بفي، ما هيدي الطريقة هيك لازم تعمل، أنا بنصحك تعمل مثلي. بيسألك أوكي، تاني يوم الفاتورة. فكرة فظيعة بتجني. إذا ما بتعمل هيك دكتور ما فيك، كلهم صاروا أصحاب وكلهم بتجني بتجني. هيك يعني عادي. معك حق، ميرسي مات. بعث لهم الفاتورة. ميرسي مات. مسيو عشي. بليز بليز اسمعني، ضروري لازم تاخذ دوس من الرياح ليظهر على الستريس كله من جسمك. اوكي تفضلي دكتور. هيدي فاتوره كونسلتاسيون من محامي 200 دولار. باردون، كونسلتاسيون فاتوره من محامي 200 دولار. بقلها بسلام. ناتالي هاي نحلي لقيتك. شوفي ناتالي، في مجال تفسري له لابنك انه مش كل ما يشوفني يعمل مثله ويتقلدني؟ عرفت يا الله، صرت 100 مره قلت له هالصبا، 200 مره كمان، يا مامي يا حبيبي ما بقى تعمل مثل المستطيل. حليلي. المرأة بدها تكون ذكية تتفهم مع عادة الرجال، حياة طويلة الزواج. ولكن يا ناتالي أنا بحب الرجال ينعطى حقه، يعني الرجال حلو يكون عنده هيبته، عنده كلمته بالبيت. حلو. يعني عنده موقف بده ياخده. أنا كنت شرطي الأساسي وقت تجوزنا أنا ونبيل، قلت له لك يا نبيل وحياة لبوبا، إذا بدنا نكمل مع الحياة تتفوتنا أنا وياك مدى الحياة، في شغلة بدنا نتفق عليها، إنه أنت بتاخذ كل القرارات الصعبة، هيدا حقك، أنت رجال. وانا باخذ القرارات الهينه والسهله بالحياه. شو هالفاضيه انت يا عم؟ طيب كيف يعني قرارات سهله؟ قرارات سهله يعني مثلا وقت اللي كنا بدنا نشتري، وين بدنا نشتري او نستاجر بيت، وين بدنا نحط الاولاد بالمدرسه، شو بدنا نسمي الاولاد، قد مثلا مصاري باي موقع بدنا نحطها، دولار او لبناني، قد بدي اعطي اهلي مصاري، واذا كل يوم او كل جمعه او كل شهر، شو بدي